يبدأ الآن العرض الجماعي لفتى المهرات بعمر 2-3 سنوات القسم دال. للتوفيق للمشاركين في هذه الفئة والمستمتع وإياكم بهذا العرض الجماعي.
إذا نصل اليوم إلى بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية 2023، وهي ختام لبطولات موسم ورزنامة موسم حافل بالإنجازات لجمعية الإمارات للخيول العربية وللمربين والملاك أيضا من استثمروا بجيادهم أيضا في جميع المحافل الدولية وأيضا المحلية. يأتي اهتمام المالك والمربي بجواده وأيضا اختيار الفئات التي تتنافس في أي من البطولات. اختتم اليوم هذا الموسم ببطولة الإمارات لمربي الخيل العربية 2023، إذن كل التوفيق للمشاركين في هذه البطولة الختامية. الخيل العربية الأصيلة نرتبط بها ارتباط عميق، فهي الوطن والتراث والموروث العريق الأصيل، هي التاريخ، هي الانتصارات، هي المفخرة التي ننتمي لها جميعاً. الخيل والجواد العربي تحديداً هو الرفيق دائماً لمالكه ومربيه وأيضاً عارضه، كما قال المتنبي: وما الخيل إلا كالصديق قليله، وما الخيل إلا كالصديق قليله وإن كثرت في عين من لا يجرب، إذ لم يشاهد حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب. إذن فلنتأمل مفاتن أيضا هذه الفئة المهرات بعمر سنتين 3 سنوات. القسم دال يليه هذه الفئة، فئة الأكبر عمرا. إذن فلنستمتع بهذه الفئة. Thank you very much, the contenders in this last group of the 2 and 3 year old fillies. In the class 2D, Sonic Allegro is 140 to 159. There are 20 horses entered in the catalogue. We have 18 horses in front of us absent in this class. Sonic Allegro is 146 and 154. And in front of our judges, the first contender in this class, Musique Club number 140.
In front of us, the next contender in this class, category number 141. إذن هنا اللحظة التي ينفرد العارض بجواده أمام لجنة التحكيم، هنا يأتي إمكانيات وقدرات العارض، وهو فن بحد ذاته يجب أن يتقنها العارض المثالي لإبراز مزايا وتفاصيل وجماليات جواده، وإتقان العرض الفردي بطريقة احترافية تذهل اللجنة وتفي بحق الجواد الذي بين يديه والأمانة التي كلف بها من مالك الجواد. لأن كل التوفيق للمشاركين في هذه الفئة. Thank you handler. Next filly and good luck. See, category 142 in front of us. We have the results for the first contender in this class, category number 140. نتيجة المهرة رقم 140 AS شيخة للأب أي جي مرزان والأم أم جي إجمارة للمربي والمالك أحمد أشميلي. Number 140 AS شيخة. Signed by AG Marzan out of MG Ashmara, only bred around by Ahmad El Shemli. الهوية العربية 19.5 مرتين 20 19.5 أربع مرات. For type 2 times 90.5 20 and 4 times 90.5. الرأس والعنق 19.75 مرتين 19.5 19.25 19.75 19.25 مرتين. For head and neck 2 times 90.75 90.5 90.25 90.75 and 2 times 90.25. الجسم 17.5 18.5 مرتين 18 مرتين 17.5 18. Body 17.5 2 times 18.5 2 times 18 17.5 and 18. القوائم 15.5 5 مرات 15 15.5. Legs 5 times 15.5 15 and 15.5. الحركة 19.5 3 مرات 19 4 مرات. And for movement 3 times 19.5 and 4 times 19. مجموع النقاط لأي اس شيخة 91.70 very good. Leg number 140 AS شيخة scores 91.70. Thank you handler. Next filly please.
In front of us, collect number 140. In front of us, the next contender, and we have the results now for collect number 141. نتيجة المهرة رقم 141 الماسا اتش للأب اف اي الرشيم والأم اس جي روضة للمربي والمالك محمد الكندي. رقم 141 الماسا اتش signed by اف الرشيم out of اس جي روضة وديبريد رونز by محمد الكندي. الهوية العربية 19 4 مرات 19.5. For type 19 and 19.5, 4 times 19 and 19.5. الرأس والعنق 19 25 19 5 19 25 18 75 مرتين 19 25. Forehead and neck 90.25 90.5 19 90.25, 2 times 90.75 and 19.25. الجسم 18 من جميع الحكام. For body unanimous 18. القوائم 15.5 15 15.5 5 مرات. For legs 15.5 15 and 5 times 15.5. الحركة 19 18 5 مرات 19. And for movement 19 5 times 80.5 and 19. مجموع النقاط للماسة H 90.30 المركز الثالث المؤقت. Number 141 الماسة H scores 90.30. إذن المهرة التالية في الميدان كل التوفيق. Oh, I see in front of us, collect number 144. We have the results now for collect number 142. نتيجة المهرة رقم 142 بداير البدر للأب أي جي مرزان والأم جاجا لونا للمربي والمالك بدر العلي. Collect number 142 بداير البدر signed by أي جي مرزان out of جاجا لونا and announced by بدر العلي. الهوية العربية 19 19.5 19 3 مرات 19.5 مرتين. For type 19 90.5 3 times 19 and 2 times 19.5. الرأس والعنق 19 19.5 25 18 25 مرتين 19 25 مرتين. Forehead and neck 19 90.5 18.75 2 times 19 and 2 times 19.25. الجسم 18 من جميع الحكام. And for body unanimous 18. القوائم 15.5 5 مرات 16 15.5. For legs, 5 times 15.5, 16 and 15.5. الحركة 19 18.5 19 5 مرات. And for movements, 19 80.5 and 5 times 19. مجموع النقاط لبداير البدر 90.80. بداير البدر كالجمة 142 scores 90.80. Thank you, handler. Next, please.
from the first category 145, and we have the results now for category 143. نتيجة المهرة رقم 143 عواشة الفلاح للأب دي جبران والأم اف دي ضبية للمربي والمالك مربط الفلاح للخيول العربية. كلمة 143 عواشة الفلاح signed by دي جبران out of اف دي ضبية رودريدرونز by the الفلاح Arabian Horsted. الهوية العربية 19 مرتين 18 ونصف 19 أربع مرات. For type 2 times 19 80.5 and 4 times 19. الرأس والعنق 19 19 25 18 ونصف 18 75 19 18 75 19 25 For head and neck 19 90.25 80.5 80.75 and 19 80.75 and 19.25 الجسم 18 مرتين 17 ونصف مرتين 18 ثلاث مرات Body 2 times 18 2 times 17.5 and 3 times 18 القوائم 15 15 ونصف 15 مرتين 15 ونصف 15 15 ونصف For legs 15 15.5 2 times 15 15.5 15 and 15.5 الحركة 19 18 ونصف 19 أربع مرات 19 ونصف For movements 19 80.5 4 times 19 and 19.5 مجموعة النقاط لعواشة الفلاح 90.05 Number 143, Awashat Al-Fala scores 90.05. And thank you much. Thank you very much, Kelly number 145. We're now heading to the next contender in this class. Kelly number 146 is absent in this class. I would like to welcome in the arena Kelly number 147. Next, please. In front of the judges, category number 147. Now we have the results for category number 144. نتيجة المهرة رقم 144 سحابة BHM والأب ألكسندر والأم سارة BHM المربي والمالك علي المزروعي. Category number 144 سحابة BHM signed by Alexander out of Sara BHM will be owned by علي المزروعي. الهوية العربية 19 ونصف خمس مرات 19 19 ونصف For type 5 times 90.5 19 and 90.5 الرأس والعنق 19 25 19 ونصف 19 25 19 ونصف 19 75 19 19 25 For head and neck 90.25 90.5 90.25 90.5 90.75 19 and 90.25 الجسم 18 17 ونص 18 ثلاث مرات 17 ونص 18 Our body 18 70.5 3 times 18 70.5 and 18 القوائم 15 ونصف مرتين 15 15 ونصف مرتين 15 15 ونصف Next 2 times 15.5 15 2 times 15.5 15 and 15.5 الحركة 19 5 مرات 18 ونصف 19 Every movement 5 times 19 80.5 and 19 مجموع النقاط لسحابة BHM
91.15. Well done. المركز الثالث المؤقت. صحابة BHM correct number 144 scores 91.15. Thank you very much, collect number 147. Now we'd like to welcome the next contender. Please welcome collect number 148. In front of us, collect number 148, and we have the results now for collect number 145. نتيجة المهرة رقم 145 عجائب المنهل لأب غيث الزبير والأم التريسيا للمربي والمالك فهد الزعابي. Collect number 145, عجائب المنهل, inscribed by Gade الزبير out of El Teresa, delivered the news by Fahd الزعابي. الهوية العربية 19.5 مرات 19. For type A 6 times 90.5 and 19. الرأس والعنق 19.5 مرتين 19 19.5 و20 19.5 و20 مرتين. For head and neck 2 times 90.5 19 90.25 90.5 and 2 times 90.25. الجسم 18 من جميع الحكام. Body unanimous 18. القوائم 15.5 4 مرات 16 15.5 مرتين. For legs 4 times 15.5 16 and 2 times 15.5. الحركة 19.5 4 مرات 19 مرتين 19.5. And for a movement 4 times 90.5 2 times 19 and 19.5. مجموعة النقاط لعجائب المنهل صدارة جديدة. يس إذن 91.75 عجائب المنهل تحتل الصدارة حتى الآن لهذه الفئة. Great. عجيب المنهل scores 91.75 so far in the lead in this class. Thank you very much, collect number 148. I'd like to welcome in the arena the next contender, collect number 149. Thank you.
In front of us, the next contender, Kelleg number 149. We have the results now for Kelleg number 147. نتيجة المهرة رقم 147 ضبيا كي لألب كحيل الشقب والأم مرحبيلا بي في اي للمربي والمالك سعيد الخاجة. Number 147 ضبيا كي signed by كهيل الشقب out of مرحبيلا بي في اي owned by سعيد الخاجة. الهوية العربية 19.5 من جميع الحكام. For type unanimous 19.5. الرأس والعنق 19-25 19.5 19 19-25 أربع مرات. Warhead and neck 19.25 19.5 19 and 4 times point 19.25. الجسم 18-18.5 مرتين 18-18.5 18 مرتين. Body 18 2 times 80.5 18 80.5 and 2 times 18. القوائم 15.5 15 15.5 خمس مرات. For legs 15.5 15 and 5 times 15.5. الحركة 19.5 مرتين 19 18.5 19 ثلاث مرات. And for movements 2 times 90.5 19 80.5 and 3 times 19. مجموعة النقاط لضبية كي 91.55 رائع المركز الرابع المؤقت. Kelleg number 147 ضبية كي scores 91.55. In front of us, the next contender in this class, Kelleg number 150. We have the results now for Kelleg number 148. نتيجة المهرة رقم 148 وردة جميرة للأب أي جي مرزان والأم بريمانيايا أو إس للمربي والمالك محمد طه. Number 148 وردة جميرة signed by أي جي مرزان out of بريمانيايا أو إس وردة owned by محمد طه. الهوية العربية 19.5 ثلاث مرات 19 19.5 ثلاث مرات. For type 3 times 90.5 19 and 3 times 19.5. الرأس والعنق 19 19.5 19 18 75 19 19 25. For head and neck 19 90.5 19 80.75 19 and 2 times 19.25. الجسم 18 مرتين 17.5 18 اربع مرات. For body 2 times 18 70.5 and 4 times 18. القوائم 15.5 مرتين 16 15 15.5 ثلاث مرات. For legs 2 times 15.5 16 15 and 3 times 15.5. الحركة 19.5 20 19.5 خمس مرات. And for movements 90.5 20 and 5 times 19.5. مجموعة النقاط لوردة إجميرة 91.60 الرائع المركز الثالث المؤقت. ورد جميرة كاليغمال 148 سكورز 91.60.
Next, please. In front of us, Galaxy Number 151. We're heading now to the results for Galaxy Number 149. نتيجة المهرة رقم 149 تالية الهواجر للأب كنز البداير والأم فرح الهواجر المربي والمالك راشد الهاجري. Galaxy Number 149 تالية الهواجر signed by كنز البداير out of فرح الهواجر. وثري بريدرونز باي رشيد غانم الهاشري. الهوية العربية 19.5 مرتين 19 20 19 مرتين 19 ونصف. For type 2 times 90.5 19 20 2 times 19 and 19.5. الرأس والعنق 19 25 19 ونصف 19 19 ونصف 19 25 ثلاث مرات. Forehead and neck 90.25 90.5 19 90.5 3 times 19.25. الجسم 18 مرتين 17 ونصف 18 مرتين 17 ونصف 18. For body 2 times 18 17.5 2 times 18 17.5 and 18. القوائم 15 ونصف 3 مرات 16 ونصف 15 ونصف 3 مرات. For legs 3 times 15.5 16.5 and 3 times 15.5. الحركة 19 18 ونصف 19 خمس مرات. And for movement 19 80.5 and 5 times 19. مجموعة النقاط لتالية الهواجر 91. Level 149 تالية الهواجر scores 91 points. Thank you, handler. Next, filly, please. In front of us and in front of our judges, collect number 152, and we have the results now for collect number 150. نتيجة المهرة رقم 150 فوز الفارس للأب دي ميسور والأم سيرجنيت للمربي والمالك إبراهيم الحمادي. Collect number 150 فوز الفارس signed by دي ميسور out of زرنجاتي والبرادونز by إبراهيم الماري. الهوية العربية 18 ونصف 19 18 ونصف مرتين 18 18 ونصف 19. وتايب 80.5 19 2 times 80.5 18 80.5 and 19.
الرأس والعنق 18.5 19 25 18 75 18 75 19. Head and neck 80.5 and 19, 80.25, 80.75, 18, 80.75 and 19. الجسم 17.5 18 17.5 3 مرات 18 17.5. Body 17.5 18 3 times 17.5 18 and 17.5. القوائم 15 مرتين 15.5 15 3 مرات 15.5. For legs 2 times 15 15.5 3 times 15 and 15.5. الحركة 18 18.5 17.5 18 17.5 18.5. For movement 18 80.5 80 70.5 18 17.5 18 and 18.5. مجموع النقاط لفوز الفارس 87 95. Who's Alvarez scoring 150 scores 87.95. Thank you very much, collect number 152. We are now heading to the next contender. Please welcome collect number 153. In front of us, collect number 153, and we have the results now for collect number 151. نتيجة المهرة رقم 151 الريم بي اتش ام للأب ياس بي اتش ام والأم ار اف اي أميرة المكتوب للمربي والمالك علي المزروعي. Collect number 151 الريم بي اتش ام signed by ياس بي اتش ام ار اف اي أميرة المكتوب رضي بردرونت by علي غنم المزروعي. الهوية العربية 19.5 من جميع الحكام. For type unanimous 19.5. الرأس والعنق 19.25 19 19.25 مرتين 19.5 مرتين 19.25. Or head and neck 19.25 19 2 times 19.25 2 times 19.5 and 19.25. الجسم 18 18.5 18 17 18 18.5 مرتين. For body 18 80.5 18 17.5 18 and 2 times 18.5. القوائم 15.5 مرتين 15 15.5 مرتين 15 15.5. For legs 2 times 15.5 15 2 times 15.5 15 and 15.5. الحركة 19 19.5 مرتين 19 4 مرات. For movements 19 2 times 19.5 and 4 times 19. مجموعة النقاط للريم بي اتش ام 91.50. جميل. المركز الخامس المؤقت الريم بي اتش ام سكورز 91.50.
Thank you very much, Collector Number 153. We're heading now to the next contender in this class. We'd like to welcome Collector Number 158. In front of our judges, the next contender, collect number 158, and we have the results for collect number 152. نتيجة المهرة رقم 152 MO ملاك للأب اسكيو بركان والأم دي ملكة للمربي والمالك أحمد العتيبة. Collect number 152 MO ملاك signed by اسكيو بركان out of the Malaga. We read around by Ahmad Al-Teba. الهوية العربية 19 ثلاث مرات 18 ونصف 19 ثلاث مرات. For type 3 times 19 80.5 and 3 times 19. الرأس والعنق 18 ونصف 19 18 75 مرتين 19 18 75 19. Head and neck 80.5 19 2 times 80.75 19 80.75 and a 19. الجسم 18 17 ونصف ثلاث مرات 18 17 ونصف 18. Body 18 3 times 17.5 18 17.5 and 18. القوائم 15 15 ونصف 15 ثلاث مرات 15 ونصف مرتين. Legs 15 15.5 3 times 15 and 2 times 15.5. الحركة 18 ونصف 6 مرات 19. And for movement 6 times 80.5 and a 19. مجموعة النقاط لام او ملاك 89 25. Collect number 152 MO Malak scores 89.25. Gentlemen, we'd now like to welcome the next contender in this class, collect number 155, while collect number 154 is absent in this class. In front of us, the next contender in this class, collect number 155, and we have the results for collect number 153. نتيجة المهرة رقم 153 AHM شمة للأب AJ مرزان والأم SWF
برس اوف مروان المربي والمالك احمد الماحي. من 153 AHM شمع صغير بأيجي مرسان معروف SWF امبرس اوف مروان وبردنون صغير احمد صحيح يمع. الهوية العربية 19.6 مرات 19.5 for Taipei 6 times 19 and 19.5 الرأس والعنق 18.5 18.75 18.5 19 18.5 18.75 19.25 for head and neck 80.5 80.75 80.5 19 18.5 80.75 and 19.25 الجسم 18 من جميع الحكام for body unanimous 18 القوائم 16 15 ونصف 15 15 ونصف 15 15 ونصف مرتين for next 16 15.5 15 15.5 15 and 2 times 15.5 الحركه 18 ونصف 18 ونصف 18 ونصف 19 18 ونصف 18 ونصف 19 and for movement 3 times 80.5 19 2 times 80.5 and another 19 مجموع النقاط ل AHM شمع 89.70 And for a movement, total score, AHM Shama is 89.70. In front of us, category number 156, and we have the results now for category number 158. نتيجة المهرة رقم 58 أيدي نور للأب فخر الخالدية والأم طرفة الزبير المربي والمالك حمد الشحي. Category number 158 أيدي نور signed by فخر الخالدية عرف طرفة الزبير وبردنون صغير حمد الشحي. الهوية العربية 19.5 مرتين 19 19.5 19 ثلاث مرات. For type 2 times 90.5 19 90.5 and 3 times 19. الرأس والعنق 19.5 20 18 75 19 25 أربع مرات. For head and neck 90.5 20 80.75 90.25 90.25 90.25 and another 19.25. الجسم 17.5 ثلاث مرات 18 17.5 مرتين 18 body 3 times 17.5 18 2 times 17.5 and 18 القوائم 15.5 مرتين 15 15.5 15 15 15.5 and for legs 2 times 15.5 15 15.5 2 times 15 and 15.5 الحركة 19 من جميع الحكام and movements unanimous 19 مجموعة النقاط لأيدي نور 90.40 دي نور كالي نمو 158 سكورز 90.40 Thank you very much, category number 156. We'd like to welcome the next contender in this class, category number 157.
In front of us is Galatama 157. We have the results now for Galatama 155. نتيجة المهرة رقم 155 AHM شمسة للأف كي اي نبراس والأم شمسة الشوامس المربي والمالك أحمد الإماحي. كلمة 155 AHM شمسة سايد باي كي اي نبراس أو دفع شمسة الشوامس ونرد باي أحمد الإماحي. الهوية العربية 18.5 19 أربع مرات 18.5 19 For type 80.5 4 times 19 80.5 and 19 الرأس والعنق 18.5 3 مرات 19 18.5 مرتين 19 For head and neck 3 times 80.5 19 2 times 80.5 and 19 الجسم 18 17.5 18 5 مرات For body 18 17.5 and 5 times 18 القوائم 15.5 16 15.5 5 مرات For next 15.5 16 and 5 times 15.5 الحركة 18.5 19 مرتين 18.5 3 مرات 19 For movement 80.5 2 times 19 3 times 80.5 and 19 مجموع النقاط لـ AHM شمسة 89.70 The total score for AHM شمسة is 89.70 Thank you very much, Kalagima 157. We'd like to welcome now in the arena the last contender in this class, Kalagima 159. إذن آخر المهرات الآن بالعرض الفردي أمام لجنة التحكيم رقم 159. In front of us and in front of our judges, we see the last contender in this class, category number 159, and we're heading to the results for category number 156. نتيجة المهرة رقم 156 بي اي دهلع للأب بي اي ورد والأم تتاريا للمربي والمالك مربط بنات الريح للخيول العربية. Category number 156 بي اي دهلع سايت باي بي اي ورد out of تتاريا والبردونت بأي بانادوري الريبي نورستد الهوية العربية 19 مرتين 18 ونصف 19 18 ونصف مرتين 19 For type 2 times 19 80.5 19 2 times 80.5 and 19 الرأس والعنق 18 75 مرتين 18 ونصف 19 18 ونصف 18 75 19 Head and neck 2 times 80.75 80.5 19 80.5 80.75 and 19 الجسم 18 من جميع الحكام Body unanimous 18 القوائم 15 ونصف مرتين 15 15 ونصف 4 مرات Flex 2 times 15.5 15 and 4 times 15.5 الحركة 18.5 3 مرات 19 18.5 مرتين 19 Move movement 3 times 80.5 19 2 times 80.5 and 19 مجموع النقاط لبي اي دلع 89.65 Move movement sorry total score for بي اي دلع is 89.65 Thank you very much, the last contender in this class. Thank you very much to our judges. We are now heading to the results for the last two contenders. We are heading now to the results for category number 157. This program is offered by...
نشكر أعضاء لجنة التحكيم ومسؤولة الساحة. الآن نتيجة 57 سمارة بي اتش ام للأبياس بي اتش ام والأم سنتا تي او للمربي والمالك مربط بن هميلة للخيول العربية. كلمة 157 سمارة بي اتش ام صاير بياس بي اتش ام ورفي جنتا تي او وليبردونز وري بن هميلة الري بن ورستت. الهوية العربية 19 19 ونصف 19 مرتين 19 ونصف 19 19 ونصف. Type 90 90.5 2019 90.5 19 and 90.5. الرأس والعنق 19 25 مرتين 19 3 مرات 18 75 19 25. Forehead and neck 2 times 90.25 3 times 19 80.75 and 90.25. الجسم 18 18 ونصف 18 3 مرات 17 ونصف 18. The body 18 80.5 3 times 18 70.5 and 18. القوائم 15 15 ونصف مرتين 15 15 ونصف 3 مرات. فولكس 15 2 times 15.5 3 times 15.5. الحركة 19 19 ونصف 19 4 مرات 19 ونصف. موفمنت 19 90.5 4 times 19 and 19.5. مجموعة النقاط لسمارة بي اتش ام 90.8. سمارة بي اتش ام كلمة 157 سكورز 90.80. And we're heading now to the results for the last contender in this class, category number 159. This program is offered by إذا نتيجة آخر المهرات في هذه الفئة رقم 159 ماجيك كي اتش للأب اس ام اي ماجيك 1 والأم ايرونا دبليو دبليو المربي والمالك مربط الكحيلة للخيول العربية. Number 159, Magic IKH. Sorry, that is the name Magic One. Ariana WW. Number 159, Okahina Urban Horses. الهوية العربية 19 19 ونصف 19 4 مرات 19 ونصف. For type 90 90.5 4 times 19 and 19.5. الرأس والعنق 19 25 19 ونصف 19 18 75 19 18 75 19. Forehead and neck 90.25 90.5 19 80.75 19 80.75 and 19. الجسم 17 ونصف 18 17 ونصف 18 17 ونصف 18 مرتين. Body 70.5 18 70.5 18 70.5 and 2 times 18. القوائم 15 ونصف 4 مرات 15 15 ونصف مرتين. Legs 4 times 15.5 59 and 2 times 15.5. الحركة 19 مرتين 19 ونصف 19 ونصف مرتين 19. For movements 9 2 times 19 80.5 19 2 times 18.5 and 19. مجموع النقاط لماجيكا كي اتش 90.20. جيكا كي اتش سكورز 90.20. And that brings us, ladies and gentlemen, to the prize giving ceremony in this class of the 2 and 3 year olds of fillies, the last group. With a score of 91.75, the winner in this class, congratulations to Ajajab Almanal, collect number 145. Followed on the second place with a score of 91.70, AS Sheikha, collect number 140. Then on the third place with a score of 91.60, Warda Jumeirah, collect number 148. Then on the fourth place with a score of 91.55, WAK, collect number 147. And to complete the top five in this class with a score of 91.50, Al Rim BHM, Kalikama 151. We'd like to welcome in the championships on Sunday the winner in this class, Ajajab Amanal, followed by AS Sheikha and Warda Jumeirah, the numbers 1, 2, and 3 place horses in this class. And we also like to welcome in the arena for handing over the trophies in this class, Mr. Andrei Wojcevic, the advisor to the Director General of the National Support Center for Agriculture in Poland. It's an honor for us to welcome you here in Abu Dhabi, Mr. Andrei Wojcevic, for handing over the trophies now together with Mr. Aida Amanali, the showground supervisor.
representative of the Emirates Arabian Horse Society. يتوج البطلات السيد أندري ويتشوفيتش والسيد عيضة المنهالي جمعية الإمارات للخيول العربية. إذن ألف مبروك المركز الأول للمهرة رقم 145 عجائب المنهل بنتيجة 91.75 السيد فهد الزهابي. ألف مبروك. ألف مبروك المركز الثاني المهرة رقم 140 AS شيخة للسيد أحمد الشميلي. ألف مبروك. ألف مبروك المركز الثالث وردة جميرة بنتيجة 91.60 السيد محمد طه. ألف مبروك. ألف مبروك المركز الرابع المهرة رقم 147 ضبية كي للسيد سعيد الخاجة بنتيجة 91.55. ألف مبروك. ألف مبروك المركز الخامس المهرة رقم 151 الريم بي اتش ام بنتيجة 91.50 السيد علي المزروعي. ألف مبروك. إذن ألف مبروك صاحبات الخمس مراكز الأولى في فئة المهرات بعمر سنتين 3 سنوات القسم دال من المركز الأول حتى المركز السابع 20,000 درهم. يتوج على أرض الميدان صاحبات الخمس مراكز الأولى فقط، وأيضا يتأهل للنهائيات والمنافسات النهائية في ختام هذه البطولة. الثلاث مراكز الأولى عجائب المنهل AS شيخة وردة جميرة. ألف مبروك.